طيب قولوا لنا كده يا شباب بقى، ايه المشروع بتاعكم كده؟ اختصار. انا سمس خالد من جامعه بدر، قسم تصميم منتجات، وعندنا في ماده انتراكتيف ديزاين اتعلمنا ان ندخل التكنولوجي جوه البرودكت ديزاين. اول حاجه البروبلم اللي كانت عندنا هي انه الناس بتكون عندها وقت طويل جدا طول اليوم بس مش عارفه ان هي توظفه صح، فاحنا قررنا ان احنا نعمل لها انتراكتيف ديزاين يقدر ان هو يكتب التاسك كلها في مكان واحد، وفي نفس الوقت يساعده ان هو يبقى فيه كام داون يعرفه ان في وقت معين يعمل فيه فوكسنج على البرودكت على التاسك بتاعه. طيب احنا عندنا بقى هنا المفروض ان احنا نديني الحاجات اللي نشوف ثلاثه اللي هي ديفاين بروبلم. انا نور عادل الاول ونديناها عادل. عندنا اول حاجه ديفاين بروبلم اللي هي سيمو ثلاثه. تاني حاجه نبدا نعمل ان احنا برودكت اناليسز لكذا برودكت، نبدا نعمل لهم اناليسز من حيث بقى الكومبوننتس واليوز بي والبتري والفوليوم وكل حاجه تخص البرودكت. تالت حاجه بنبدا نعمل ديزاين ريكويرمنت بعد ما نختار البرودكت من حيث برضو كل حاجه اللي هي من حيث الكومبوننتس والبيتري والفوليوم وكل حاجه شامله البرودكت. ودي رابع حاجه اللي هي الحاجات اللي احنا اخترناها. تمام، بنيجي بعدها نعمل الكوانتيتيف والكواليتيف. بنبدا نزلنا وسالنا الناس وعملنا جبنا النسب وقسمناها على حسب الاجابات اللي هم اللي جاوبونا عليها. يعني رقم 6 ان احنا البيرسونا جبنا فيه دكتور اسمه احمد صلاح، ده طالب في كليه الطب، هو بيبقى عنده مشكله في موضوع تقسيم الوقت بتاعه ان هو بيبقى عايز بيبقى عنده مشكله في الوقت عنده ان هو بيبقى عايز يلعب رياضه وفي نفس الوقت التاسك بتاعته عايز يسلمها في وقت معين ليه، وان هو بيبقى عايز يقضي وقت كتير في البيت مع اهله او كده. فان هو البرودكت ده هيساعده ان هو يعمل مانجمنت للتاسك بتاعته، اي تاسك هو عايزها. سابع حاجه البروبلم ستيتمنت دي اللي هي تبقى شامله اللي هي اليوزر والنيدز والريزون. اليوزر اللي هو من حيث مين اللي هيستخدمها، اللي هو سواء طالب او ان هو عامل او ان هو صاحب شركه او كده. عندنا النيدز الحاجات اللي هم محتاجينها في البرودكت دي، اللي هي من حيث بقى ان هو عايز ينظم وقت او ان هو عايز يسلم حاجه في وقت معين او الحاجات دي تبقى شامله كل حاجه من الحاجات دي. الريزون هي الاسباب بتاعتها عشان هو يجيب مثلا فول مارك، ان هو يسلم الحاجه في الوقت المناسب ليها، ما يبقاش في ديدلاين ليها، الحاجات دي كلها. تمام. طيب اول حاجه عندنا هنا الكونسبت ان احنا البرودكت ده بيساعدنا ان احنا نعمل مانجمنت للتاسكس بعد كده بطريقه انتراكتيف، وفي كام داون للبروجرامز، وبعد كده من ايديا اللي دي كل السكتشات اللي احنا عملناها، وفي الاخر توصلنا للسكتش ده ان هو اكتر يعني مناسب لينا كتكنيكال اكتر. بعد كده الكود وعملنا كونكشن، وبعد كده الواي فريم. سلمى تقول على الكود دلوقتي. ده الفاينل برودكت بتاعنا. اول حاجه احنا جبنا اردوينو ووصلناه بالبوش بوتنز من جوه، وده كان شكلهم من جوه. تمام، ده شكل البوش بوتنز من جوه. اول ما الكارت بينزل، الكارت ده بنكتب عليه مثلا التاسك بتاعتنا اللي حددناها، مثلا حددنا ان ده ديزاين. تمام، اول ما بينزل اول حاجه بيكون مكتوب لنا انسيرت كارد ذن بوش ستارت. اول حاجه بن انسيرت الكارد وبعدين نبدا نبوش الستارت. اول حاجه مكتوب لنا مثلا هنا 1 اور، فخلاص هو بيبدا يعمل لنا تايم 1 اور في اللي التاسك بتاعتنا ان هي مثلا ديزاين. واول ما التايمر بيخلص، بيعمل بازنج عشان يعرفنا ان التايمر خلص، وكده يكون البرودكت خلص. يعني بيساعدنا ان هو ينظم لنا كل وقت كذا تاسك. طيب عندك مواقيت ثانيه ممكن تسوي؟ عندنا في الظهر يبقى في كذا كارت تاني، في مثلا 15 مينتس، في مثلا لو انا عندي تاسك ثانيه بتحتاج وقت اقل ممكن استخدم ال 15 مينت بالظبط، ممكن استخدم 2 اورز، ممكن استخدم 30 مينت بالظبط، وممكن استخدم 1 اور. بكتب فيها التاسك اللي انا عايزه من هنا اهوت وبحطه في الكارت وخلاص كده. وبدايه التشغيل بتاعي لما ببتدي ان انا ادوس على بيبقى فيه في الاول اول حاجه بيكون ظاهر لي ويلكم، اول حاجه ويلكم، وبعدين بيظهر لي الانسيرت كارد ذن بوش ستارت. ممكن نجرب كارت تاني زي مثلا ال 15 مينت اهو كاتبين التاسك بتاعتنا نفس الديزاين، وبعدين ندخل وبعدين ندوس بوش ستارت، وبعدين يبدا يعمل لنا تايمر فور 15 مينت. شكرا لكم.